نذهب إلى ضيفنا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك رائد. لنبدأ مع البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم وأيضا نترقب البي سي، ولكن كيف قرأت البيانات الصادرة في تعلق بالسلع المعمرة التي أتت أقل من توقعات؟ حقيقة بمثل هذه القراءة نحن نعرف عندما يكون عندنا قراءة السلع المعمرة بأقل من المتوقع، إذا الآفاق المستقبلية ربما تكون يعني طلب أقل في بشكل عام، وهذا يعكس المخاوف التي يعني تشير إلى أنه يمكن أن تكون الفترة القادمة فيها هبوط ليس بسلس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك يفجر أيضا المخاوف التضخمية في الفترة المستقبلية ويقلل من احتمالية توجه الفدرالي الأمريكي إلى يعني إلى القيام بتعديلات على أسعار الفائدة، وبالتالي ربما يعني ذلك يمهد الطريق أكثر فأكثر للفدرالي الأمريكي إلى تحدث رائد عن افتتاح الأسواق اليوم، طبعا افتتاح نوعا ما متباين، برأيك هل دخل السوق في مرحلة نوع من الترقب الحذر لما سيخرج به الاحتياط الفيدرالي في اجتماعه، خصوصا أنه الأسواق نوعا ما تساعد بنسبة 66% الآن خفضا الفائدة بربع النقطة المئوية، هل الفيدرالي الآن خرج من دائرة اليقين فيما يتعلق بالقرار المقبل في ديسمبر؟ بلا شك هناك تخوفات كبيرة والأسعار تعكس هذا الأمر، المستثمرين يتحركون بحذر أكبر، شهدنا بعض الارتفاعات على الأصول الأساسية والأصول عفوا التي يلجأ إليها المستثمرون عند يعني تأجج المخاوف نسبيا، طبعا تصريحات ترامب كذلك الأمر لعب دورا مهم في ارتفاع هذه الأصول، ولكن بدأنا نرى يعني عدم الرغبة بالمخاطرة بشكل أكبر مع اقترابنا إلى موسم يعني أسبوع قصير نسبيا وفي شهر ديسمبر، فأعتقد ليس فقط قرار الفيدرالي هو الذي يعني سوف يكون نوعا ما يعكس هذا الأمر، ولكن مستويات مرتفعة جدا على أسواق الأسهم، لا يزال ترامب لم يصبح رئيسا يعني لم يدخل البيت الأبيض بعد، بالتالي أعتقد هذا مبرر نسبيا في السوق بأنه يكون في عندنا هذه الارتكاسة في الأسواق، بعض التراجعات التصحيحية في السوق، بيانات مهمة منتظرة خلال هذا الأسبوع منها الـ PCE numbers اللي ممكن أيضا تؤكد قرار الفيدرالي الأمريكي الذي يخف يعني بمثل هذه القراءة ممكن نشوف تراجع في الاحتمالية إلى أكثر من 30% أو أقل من 30%، يعني رائد يعني التوقعات للكور PCE 2.8%، إذا أتت البيانات وفق هذه التوقعات ينتظرها بعد قليل بعد ربع ساعة، إذا أتت وفق هذه التوقعات تعتقد أنه الفيدرالي سيكون في وضع أقرب إلى التثبيت؟ بلا شك، لأنه 2.8% يعتبر مرتفع نسبيا، نحن كنا 2.6% بقراءته الماضية، واعتبرت قراءة البي سي اي نسبيا أنها قراءة مرتفعة، بالتالي 2.8% وإن جاءت مطابقة للتوقعات فهي تؤكد مخاوف نشوء المخاوف التضخمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تماما كما أشارت إليها البي بي اي نمبرز، وأيضا ننتظر وكذلك أشارت الريتيل سيلز، الآن قراءة البي سي اي ممكن تؤكد هذه المخاوف، وبالتالي تؤكد يعني تلميحات جيروم باول بأنه يعني كل اجتماع على حدة بما يتعلق بقرار أسعار الفائدة، وربما يعني سيعطي المجال لمكافحة التضخم بإبقاء أسعار الفائدة دون تخفيضات إضافية، فيعني بشكل مباشر ربما تكون قراءة البي سي اي نمبرز أو الاستهلاك الشخصي الأمريكي هي النقطة يعني الأخيرة التي ينتظرها الفيدرالي الأمريكي. يعني حين نتحدث الآن عن البي سي يعني نتحدث عن عودة الاهتمام إلى التضخم أكثر من النظر إلى سوق العمل،
يعني حتى اليوم بيانات إعانة البطالة لم لا يتلقاها السوق باهتمام كبير بقدر اهتمامه ببيانات البي سي طبعا وبيانات كل ما يتعلق بالتضخم بما فيه سياسات ترامب. برأيك أنه العين الفدرالي أو الفيل في الغرفة هي سياسات ترامب، هو العامل الذي حتى لو لم يذكر فعليا ولكن هل هو العامل الذي سينظر إليه أعضاء الفدرالي في قرارهم؟ تماما، كما ذكرت هو الفيل في الغرفة. حاليا احنا عندنا مخاوف تضخمية تنشأ من مستقبلا ترامب الذي قد يفجر الضغوط التضخمية بشكل أكبر. ثانيا نحن كان في عنا حقبة طويلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذها الفدرال الأمريكي ورفع فيها أسعار الفائدة بشكل كبير جدا، ولا يزال التضخم لم يصل إلى 2% كمستهدف، بقي مرتفعا فوقها. الآن مع عودة مرة أخرى للارتفاع في مؤشرات يعني الماكرو إيكونوميكس عم تفرجينا أنه هذا التضخم لم يعد إلى المستهدف بل عاد للارتداد، وليست مؤقتة كما كانت سيزنال في مرات ماضية بالقراءات المرتبطة سواء كانت بالفيضانات أو ما غير ذلك. إذن هذه المخاوف بلا شك ستبرر للفدرال الأمريكي وتعطيه الأريحية بالأبقاء على أسعار الفائدة، وهذا أعتقد يعني قبل أن يصبح ترامب داخل بيأخذ القرارات داخل البيت الأبيض يجب أن يكون هناك مساحة للفدرال الأمريكي للتحرك فيما يتعلق بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات دون أن تصل إلى مستويات منخفضة بشكل كبير جدا، وبلحظتها ممكن نشوف التضخم يقفز قفزات كبيرة. أعتقد الفدرالي واعي لهذه النقطة وأخر بما فيه الكفاية، خصوصا عندما تخلى عن 50 نقطة أساس في الاجتماعات الاثنين الماضية واكتفى 25 نقطة أساس. بالتالي هذا يفسر بعض التأويلات التي كانت مسبقا أنه راح يكون الفيدرالي متجه إلى تقليصات قوية وخمسين نقطة أساس كما حدث بأول قرار له بعد تثبيت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. فأعتقد الآن الفيدرالي يعي هذه الخطورة ولديه من الأدوات والبيانات ما يؤكد قراره، ربما البي سي ستكون هذه آخر البيانات. أشكرك جزيل الخضر، رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.